تسجل التمور بولاية البسكرة أسعارا مقبولة رغم ارتفاعها الطفيف، ومن أسباب ذلك قلة الأسواق ما أدى إلى وفرة في المنتوج بغرف التبريد، حيث تسجل بورصة التمور نحو 500 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، ومنتظر أن تحافظ التمور على هذه الأسعار خلال شهر رمضان الفضيل. الحد الآن أسواق مقبولة معقولة، تمر كاين راه يمشي للمصدرين ولا للولايات الأخرى، بس وام ثاني معقولة الحد لا راه يمشي تمر، بس وام مقبولة ما سوام معقولة الحد لا راه لباس، ويبقى تمر يمشي كما راه ماشي. بالنسبة للأمراض اللي فات تهنات منها الجزائر، رمضان مازال له شهرين، بالنسبة للتمر السنة يكون بسعر معقول على خطرش غرف تبريد مملوعة الكامل، وعمال الجائحة هذه المواطن ما ديباسيش سنة تمر 50,000. ما يميز هذا العام كذلك جودة المنتوج وعرض كبير يقابله طلب قد يزداد بعد أيام. العام اللي فات في الجملة نوعية جيدة تلحقت 70,000، أما في الوقت الحالي الدهور السعر درك راه من كيما يقولوا نوعيه جيده من ال 45 من ال 45 حتى ال 50,000. اما من ناحيه الجوده يعني جوده عاليه، يعني حتى السلع اللي موجوده هنا في طلقه يعني هاول من السلع الجيده الله يبارك. وبالنتيجه يمكن للجزائريين ان يزينوا موائد رمضان بهذا المنتوج هذا العام بسعر معقول.